سمير عثمان عنده حالات كان اختارها المباراة السعودية والإمارات اليوم في تصفية أو في نهايات كأس آسيا تحت 23 عام. تفضل كابتن. جونسون بيريرا الحكم من أستراليا هو اللي أدار المباراة، حكم من الحكام المصنوعة، ما عندوش أي نوع من الموهبة، حفظ ال 17 مادة، بيجري كويس، نزل يحكم. كيف مصنوع يعني؟ لا في يعني في حكام أورجانيك وفي حكام مصنعين ولا ايش؟ في حكام موهوبين وفي حكام مصنوعين. ايش الفرق بينهم؟ الحكم الموهوب ده يا كابتن وليد بيعرف يستخدم قانون كرة القدم طبقا لفهمه ولعب كرة القدم ويدي القرارات السليمة المنطقية، إنما الحكم المصنوع ده حكم حافظ ال 17 مادة بس بيطبقهم من غير مادة فهم قانون كرة القدم يعني اللي هو الاتحاد الدولي يعني ينطبق سبع سنين بيناشد عليها. يعني ينطبق عليه كلمة حافظ مش فاهم؟ برافو عليك، بس انا ما كنتش عاوز اقولها بصراحه. انت راجل مهذب يعني، انا عارفك يعني. لا وانت اكيد مهذب برضه. طيب تفضل يا كابتن. انا اخترت له ثلاث حالات، الثلاث حالات غلط. عندنا اول حاله هدف للسعوديه تم الغائه. تم الغائه ليه؟ هو لنفسه يعني احتسب الهدف، بعد كده حكم الفي ار قال له لا تعالى في لمسه يد. اما نيجي نتفرج على الصوره هنا صعب قوي تبقى في لمسه يد، ولو الكرة جت في الايد يبقى هتيجي في الجزء اللي هو المسموح به اللي هو تحت راس الكتف اللي هو مسموح به ولا يعاقب عليه اللعيب. زي ما نشوف للسيري الكرة جت له عامل الهيدرز لعبها، لو جت في الجزء اللي فوق ده يا كابتن وليد لا يعاقب، وخلي بالك ولو جت في ايده لعبت الكرة والجمهور يحس بيها، لا يمكن الكرة تخش بالمنظر ده لو لعبها بايده، لا يمكن هتطلع، لازم تطلع لفوق. فدي كانت اول حالة، الا لو هو شاف صورة بقى مختلفة شوية ان الكرة جت في ايده، انما الكرة جاية في الجزء الذي لا يعاقب. دي كانت عندنا اول حالة. عندنا الحالة الثانية في المباراة وحالة طرد. اما نشوف حالة الطرد اللي لعيب منتخب الامارات اضطرب، هل تستحق طرد ولا لا؟ اما نيجي نشوفها مع بعض هنلاقي ان نعيمي لعيب منتخب الامارات مشدود شد صار من لاعب وسط منتخب السعودي قصاد الحكم، امر باستمرار اللعب، بعد كده الكره طولت من النعيمي لعب الكره وبعد كده اصطدم في قدم عوضي لعيب من المنتخب السعودي. هنا عندنا حاجه مهمه جدا، لو القدم بتاعه النعيمي راحت دايركت دي القدم بتاعه لعيب المنتخب السعودي العوضي دي تبقى طرد مباشر، انما لما يجي نبص هنا على الكره يا كابتن وليد هتلاقي هو نعيمي وصل للكره الاول وبسبب اندفاعه رجليك اتكملت في قصبة قدم العوضي بدون اي حركه اضافيه، ولعب في شيء من التهور زي ما احنا عارفين في فرق بين التهور وفي بين استخدام قوه زايده. تهور يعني انذار، استخدام قوه زايده طرد. هنا مفيش قوه زايده لسبب بسيط، كان في كوره المنافسه واول ما وصل لقدم عوضي ابتدى يرفع رجله عشان ما يأذيهوش، طبعا هنا مسافه السرعه والقوه مش موجوده، فالمفروض هنا كان انذار وكان المفروض لو في حكم في ار فاهم كان لازم يناديه. عندنا الحاله الثالثه والاخرانيه حاله ركله جزاء لصالح المنتخب السعودي. اما نيجي نشوف هنلاقي لعيب منتخب السعودي الوينج ليفت بيلعب الكوره بيجري من ناحيه الشمال بيلعب الكوره بالعرض، لعيب المنتخب الاماراتي وضع طبيعي وهو بيجري، اي لعيب طبيعي وهو بيجري الكوره الايده في حيز جسمه ومش مكبره جسمه، طبعا احتسب هو ما احتسبش بالرغم هو المفروض شايف كويس قوي لكن حكم الفي ار نداه. عندنا نقطه بقى اما نيجي نتفرج على حكم الفي ار نداه، اول لقطه وهو داخل ما كانش يحسب ركله الجزاء، على فكره ما كانش يحسب ركله الجزاء، بعد كده وقف ورجع كده من غير ما يبص الراجل كلمه تاني راح لغى القرار الاولاني اللي احنا ما شفناهوش وحسب ركله جزاء. طبعا الكره زي دي لا توجد فيها ركله جزاء، ده اندفاع طبيعي للاعب، وقف الكره جت في حيز جسمه واحتسب ركله جزاء. دي كانت اهم حالات التحكيميه الخاصه بمباراه السعوديه والامارات. ما تشوف ان اللاعب الاماراتي طلع ايده بعد ما الكره انطلقت عليه؟ يعني لا 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 كابتن، في حركه اضافيه كان سلو موشن. لا ما فيش هنا حركه اضافيه، خلي بالك والكره بتتلعب هو جاي. اما نيجي نشوفها بالطريقه العاديه مش سلو موشن هتبان، وافضل صوره هي الصوره دي بس لو جت بالطريقه العاديه، لان اللعيب هو بيجري خلاص هيودي ايده فين مش عارف يوديها فين. فهنا طبعا المفروض كان يكمل القرار الاولاني هو المفروض اللي كان صح. شكرا.